بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الأفاضل مع المحاضرة الثالثة من سلسلة فقه مقاصد الشريعة الإسلامية. في هذه المحاضرة نتحدث عن مسألة مهمة جدا في موضوع المقاصد، وهي مسألة التعليل، والتي انطلقت منها الشرارة الأولى لفقه المقاصد أو لفكرة المقاصد الشرعية. وسنتحدث في هذه المحاضرة عن مذاهب العلماء في مسألة التعليل، ونتحدث أيضا عن الأحكام التي تقبل التعليل والأحكام التي لا تقبل التعليل، ثم ننطلق بعد ذلك للحديث عن المدارس المعاصرة وعلاقتها أو مدارس معاصرة في فقه المقاصد، ثم نتحدث إن كان معنا متسع من الوقت عن مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة أو طرق استكشاف مقاصد الشريعة. نبدأ بعون الله تعالى الحديث عن مسألة التعليل. التعليل بالأصل هو البحث عن العلة، البحث عن العلة للحكم الشرعي. والسبب في البحث عن العلة للحكم الشرعي هو تعدية استخدام هذه العلة لتعديتها إلى الفروع من أجل القيام بعملية القياس. قديما كانت مسألة التعليل مثار نزاع بين الفقهاء، وهي حجر الأساس في صرح الاختلاف الفقهي، وهي نقطة الارتكاز في محور دائرة الاجتهاد والاستنباط. وعلى فهم قضية التعليل توقف معرفة أسرار الشريعة، وعلى فهم مسألة التعليل تتوقف معرفة أسرار الشريعة وحكمها، والوقوف على حقيقة التعليل وسبر غوره تتجلى مدارك الأئمة ويظهر بهاء الشريعة وحكمها، و يسهل علينا دفع شبه الطاعنين عليها بالجمود وعدم مسايرتها للزمن. ومن مسألة التعليل يتبدى طريق الإصلاح، وعلى ضوئه يسير المصلحون. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: من لم يراعي التعليل بالحكمة وزعم أن مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات الشارع فقد أخرج من حزب النظار. يعني لا يعتبر عالما من ينكر التعليل. ويذكر الإمام الغزالي فائدة التعليل فيقول: من فوائد التعليل معرفة الباعث ومصلحة الحكم للإحاطة بمحاسن الشريعة، واستماتة القلب إلى الطمأنينة والقبول والمسارعة إلى التصديق، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. يعني معرفة العلة، معرفة المصلحة، معرفة المقصد يجعل الإنسان يلتزم بهذا الحكم أكثر والقلب يتقبله أكثر. أما الأحكام التي لا تعرف أهدافها ولا مقاصدها ولا غاياتها فتكون مجبر على تطبيقها. ويقول: من فوائد ذلك تعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه. بمعنى آخر، إذا كان عندنا مسألة فيها نص شرعي ومسألة أخرى لا يوجد فيها نص شرعي ولكن تشابهها في العلة، فالمسألة الجديدة أو الفرعية تأخذ حكم المسألة الأصلية. ما هي مذاهب العلماء في مسألة التعليل؟
يذكر الإمام الشاطبي في الموافقات أن العلماء في مسألة التعليل أو الناس في مسألة التعليل مذاهب أو فرق. الفريق الأول يرى أن السبيل إلى معرفة المقاصد الشرعية منحصر في ظواهر النصوص، فهي المعبر الوحيد عن مقصود الشارع، ولا يمكن أن تلتمس إلا منها، وكل بحث عنها في غير هذه الظواهر تزيد في الدين. وهذا وجهة نظر، أو هذه وجهة نظر الظاهرية. إذن الفريق الأول كما يذكره الإمام الشاطبي فريق لا يعترف بالعلل أو المقاصد، وإنما يقصر ويحصر المقاصد في ما ذكر في النصوص الشرعية فقط دون غيرها، فلا يرى علل للأحكام الشرعية ولا للنصوص غير ما تصرح به النصوص الشرعية، وهذا مذهب الظاهرية. الفريق الثاني على العكس من هؤلاء، يرى هذا الفريق أن للنصوص ظواهر وبواطن، والمقاصد الحقيقية إنما هي قائمة في معان باطنة لا تدل عليها ظواهر النصوص. فإذا أردنا استكشاف هذه المقاصد فعن طريق هذه المعاني الباطنة، ولا يجب الركون إلى مجرد الألفاظ، وهذا الفريق يمثله الباطنية، وهي من الفرق المرتدة الخارجة عن الإسلام. الفريق الثالث ويمثله جمهور أهل السنة والجماعة والسواد الأعظم من المسلمين، وهؤلاء هم أهل التوسط والاعتدال. هؤلاء يرون أن النصوص الشرعية معللة بعلل وحكم ومقاصد. هؤلاء لا يهملون النصوص الجزئية من كتاب الله ومن صحيح السنة، ولكنهم يفقهون النصوص في إطار المقاصد الكلية وفي ضوئها، ويردون الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها والمتغيرات إلى ثوابتها، معتصمين بالنصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها، وهم أهل الحق. هذه بالنسبة لنظر إلى المذاهب القديمة في قضية المقاصد والتعليل. قلنا أن هناك من يرفض التعليل مطلقا وهم الظاهرية، إلا طبعا التعليل العلل المنصوصة في الكتاب والسنة، وهناك من ينكر النصوص ويذهب إلى أمور باطنة يعتبرها هي خفايا النصوص، وهم فريق الباطنية، وهم فرقة ضالة خارج عن الإسلام. والفريق الثالث وهو الفرقة المعتدلة أهل التوسط والاعتدال، ويمثلها جمهور علماء أهل السنة والجماعة في المذاهب الأربعة السنية وغيرها من المذاهب السنية، يقولون أن النصوص جميعها معللة ولها علل وحكم ومقاصد، ويفهمون النصوص في ضوء مقاصدها. إذا انتقلنا إلى عصرنا الحاضر، نرى المدارس الفقهية متنوعة، أو مدارس في فقه المقاصد متنوعة، ويمكننا تقسيمها إلى ثلاثة مدارس. المدرسة الأولى نسميها مدرسة الظاهرية الجدد، والمدرسة الثانية نسميها مدرسة المعطلة الجدد، والمدرسة الثالثة نسميها مدرسة المقاصد أو المدرسة الوسطية. المدرسة الأولى والتي سميناها مدرسة الظاهرية الجدد، هذه المدرسة تعنى بالنصوص الجزئية، يعني النصوص فقط، وتتشبث بها وتفهمها فهما حرفيا بمعزل عما قصد الشارع من ورائها. وهؤلاء ورثوا من الظاهرية القدماء الحرفية والجمود، وإن لم يرثوا عنهم سعة العلم، ولا سيما فيما يتصل بالحديث والآثار. من سمات هذه المدرسة التي سميناها الظاهرية الجدد الحرفية في فهم وتفسير النصوص دون النظر إلى العلل والمقاصد.
أيضا من سماتها إنكار تعليل الأحكام بعقول الناس واجتهادهم، فهم لا يثقون بعقل الإنسان وقدرته على فهم النصوص ومحاولة التعرف على مقاصدها وعللها. من سمات هذه المدرسة الجنوح إلى التشدد والتعسير والأخذ بالأحوط، وهم يذمون الميسرين من العلماء. من سمات هذه المدرسة أيضا الاعتداد برأيهم إلى حد الغرور، فرأيهم صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي الآخرين خطأ لا يحتمل الصواب، ولذلك يحاولون إلغاء المذاهب وجمع الناس على رأيهم وحده. من سمات هذه المدرسة الإنكار بشدة على المخالفين مع التجريم وحتى التكفير للمخالفين، فهم ينكرون مقولة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهم لا يعذرون من خالفهم ولا يقدرون وجهة نظره حتى إنهم يرفضون الحوار معهم. من سماتهم يتهمون الرأي بل يدينونه ولا يرون استخدامه في فهم النصوص وتعليلها. ومن سماتهم عدم مبالاتهم بإثارة الفتن الدينية والمذهبية وغيرها، وهم لا يعترفون بتطورات العالم ولا يراعون تغير الزمان والمكان والأعراف والأحوال التي ذكر المحققون العلماء أنها توجب تغير الفتوى بتغيرها، ولا ينظرون إلى المخففات التي توجب التخفيف على الناس مثل الضرورات والحاجات وعموم البلوى، متناسين القواعد التي قررها العلماء من قديم مثل قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. من مسائل هذه المدرسة نراهم يعنون بالشكل أكثر من عنايتهم بالجوهر، فأكبر همهم الشكل الظاهري في اللباس أو اللحية. أو طبعا نحن لا ننكر سنية اللحية، ولكن أقول الاعتداد بهذا وجعله أساس أساسيات الدين، فهم يهتمون بالظواهر من الثوب وشكل الثوب وشكل الشكل الخارجي، ويضخمون هذه الآداب ويجعلونها كأنها أركان الإسلام. وهم في العبادات يأخذون بالأحوط والأشد، فمثلا تجد منهم من يمنع أخذ القيمة في الزكاة مع أن هناك مذاهب إسلامية كالمذهب أبي حنيفة يميل إلى أخذ القيمة، بل يضللون من يقول بذلك. وأيضا في مسائل إثبات دخول الشهر تجدهم يشددون ويصرون على ضرورة الرؤية البصرية وعدم استخدام الوسائل الميسرة في رؤية الهلال في إثبات دخول رمضان أو الخروج منه. وهم يرفضون التجديد في الدين والاجتهاد بالفقه والابتكار في أساليب الدعوة، ويرون أن تبقى الحياة كما كانت في عصور السلف مظهرا ومخبرا. بعضهم يرى أن النقود الورقية الموجودة حاليا لا ربا فيها، وللأسف بعض علمائهم الكبار يرى ذلك، وبالتالي لا زكاة فيها ولا ربا فيها. وبعضهم يرى أن العروض التجارية لا نصوص في الزكاة فيها، فهم يسقطون الزكاة عن العروض التجارية ولو كانت بلغت مليارات. بعضهم يحرم استخدام وسائل التواصل الحديثة، ويحرمون التصوير والتلفزيون واستخدامها في الدعوة إلى الله. بعضهم يمنع المرأة من العمل وإن كانت هي وعائلتها في أمس الحاجة إلى العمل، وهم لا يقبلون أن تشارك المرأة في الحياة العامة. بعضهم يرى ضرورة أخذ الجزية من المواطنين المسيحيين، وألا نبدأهم بالسلام وأن يتميزوا عنا بالزي. أيضا من مسائلهم بعضهم يرفض أساليب الحكم الحديثة كالحكم الديمقراطي وإن كانت مرجعيته إسلامية، ويرون الديمقراطية كلها منكر يجب مقاومته، وكذلك فكرة تكوين الأحزاب والجماعات
ويرفضون مدة تحديد مدة رئيس الدولة، ويرونها ممتدة مدى الحياة. فهم يعني مغلقون على الماضي ويرفضون التطوير.